هل تم غلق باب بقى الانتخابات المبكرة ده مرفض من مجلس العموم ولا لسه في فرصة لبوريس جونسون انه بيحصل انتخابات مبكرة هناك؟ انا في تصوري مش هيحصل انتخابات مبكرة ما لم يعدل جيريمي كوربين من موقفه، مش هتحصل قبل ده نوفمبر. ده زعيم المعارضة وحزب العمال. مش هتحصل قبل نوفمبر، ان اجلا ان عاجلا لازم يحصل انتخابات، لان ما فيش اي اغلبية في المجلس العموم ده لاي حل، فلازم يعودوا الى الناخبين. المشكله وكل الناس اظن في بريطانيا، قصدي في النخبه البريطانيه، متفقه على هذا التشخيص. الفرق ان هم مش عايزين طريق انتخاب يتحكم فيه جونسون. وهل يضمن بويس جونسون الاغلبيه؟ او الحزب يعني؟ هو الاستطلاعات هو ماشي بمنطق انه عنده بعض فرص جيده، لان جيريمي كوربين شخصيه مخيفه متطرفه في ملفات كثيره بتهم البريطانيين، وانه هو هيبيع نفس السلعه او سلعه معدله بتاعت فراشه. وبعد كده المشكلة في الانتخابات، النظام الانتخابي البريطاني، ان هو اول واحد بيوصل احسن، اول واحد بيجيب نتيجة هو اللي بيكسب، سواء جاب 80% او جاب 20%. عامة كان نظام ماشي ان في حزبين، فعامة في واحد بيجيب 50 زائد كذا، ولما كان في 3 احزاب برضه ب40 مفيش مشكلة. دلوقتي في على الاقل 4 احزاب. فبالتالي ممكن نتخيل جدا، طبعا هي مش هتحصل لان الفرق مش واقعي جدا، بس مبدئيا ممكن حد يجيب 25% من الاصوات ويبقى معاه 100% 100% من المقاعد. فهو ماشي بمنطق ان استطلاعات الراي بتدي للمحافظين اغلبيه، وان كوربين شخصيه مرفوضه، وان في الاخر فراش هيخوف. بعد كده تيريزا ماي عملت حسابات من هذا النوع من سنتين، والحسابات طلعت غلط، فما اقدرش ما اعتقدش ان هو ضامن 100%. هو اللي اكيد ان حاليا بتركيبته الحاليه مجلس العموم لا يملك حل، ما فيش اغلبيه لاي حل، فبالتالي يستحسن يتحل. وكل الناس متفقه على هذا، مع الفرق في التوقيت، كل واحد عايز توقيت بيلاقوا هو. طب بما انه معلق دلوقتي، هو تم تعليق عمل البرلمان او مجلس العموم، حضرتك بتقول ان الدوائر هناك السياسيه او غيرها رايها انه يتم حل البرلمان مع اختلاف التوقيتات. امتى افضل توقيت، وهل ممكن انه يتحل فعلا؟ هو بالنسبه لجونسون كان التوقيت الامثل قبل او ده اترفض، فغالبا هتحصل في نوفمبر او في ديسمبر، الا لو حصل، الا لو طرح جديد بالطريقه اللي هم ماشيين بيها، وهي هتحصل في نوفمبر. هي المشكله انه في تصوري، طبعا انا مش في كواليس الحكم هناك، انه في وقت ما غير بقى الناس اللي هي زعلانه منه في حزب المحافظين، في ناس من مؤيديه كانوا بيأيدوا بمنطق انه هو بيهوش بالخروج بدون اتفاق، وغيروا رأيهم، ده شكلها وان هو بيتكلم جد فعلا. ففي جزء غموض في هل النقطة دي ليها علاقة يا دكتور بانه الوزراء والحكومة اشارت الى انه التشريع الجديد اللي وضعه مجلس العموم بعدم الخروج بدون اتفاق هيضعف موقفهم في المفاوضات؟ ما دي بقى في صراع ما بين روايتين. هو جونسون بيحاول يبني رواية ان النخبة خانت الشعب، الشعب ادى تصويت واضح سواء في الاستفتاء او في الانتخابات الاوروبيه الماضيه هو عايز بريكسيت، وان مجلس العموم مش عارف يوصل لحل، وبالتالي هو بيتصرف كانه الاستفتاء ده ما كانش له، لم يحدث. فدي روايته. الغايه بتاعت الباقيين ان هو بيهد مؤسسات الديمقراطيه البريطانيه، ان هو حاول يحيد البرلمان او يلغيه، وقال كذا مره ان هو مش هيحترم القانون و ففي روايه ان هو خطر على الديمقراطيه، دي روايه اعداء، وهي روايته ان هم الخطر على الديمقراطيه. هو على العموم هو واضح ان هم خافوا يا اما من ان هو يكسب الانتخابات، يا اما ان هو يبقى فعلا جد في موضوع البريكزيت بدون اتفاق، فبوظوا له الاثنين. فهو فقد القدره على التحكم في التوقيت.